كابتن ربيع ياسين منورنا. كابتن ربيع الله يخليك يا سور، منور يا حبيبي. كل طيب، كل عام وانت طيب ودايما كده متالق يا كابتن. شكلي يا زباقي يا خدوم. الله يكرمك. سؤالي النهارده ليكم، النهارده نعم، نتيجه اتوقعك في نتيجه النهارده لنهضه البركان والزمالك، وبعد كده هنتكلم برضو على الترجي. واتمنى طبعا الزمالك يعمل نتيجه طيبه ان شاء الله تعالى. ماتش صعب مش سهل اكيد، وماتش مهم جدا جدا للزمالك عشان الماتش الثاني في القاهره في وسط الجمهور. فنتمنى ان الزمالك يعمل نتيجه كويسه، وان شاء الله انا متفائل. الزمالك افضل، الزمالك كويس الفتره الاخيره، القدرات والشغل والفنيات عاليه مع المدرب ومع الانسجام ومع التفاهم. ان شاء الله ان شاء الله يعملوا نتيجه ايجابيه ويفرحونا. وانا بقول فرحونا ليه؟ لان اهلي وزمالك يعني مصر يا جماعه، اهلي وزمالك يعني مصر. فان شاء الله يعملوا نتيجه كويسه ويكسبوا ويرجعوا في احسن حال ان شاء الله. طب يعني انت توقع يعني شايف ايه التشكيل اللي الزمالك ممكن، مش هنقول التشكيل بالكامل بس انت شايف مين اللي ممكن يعني يبقى ليه دور النهارده في فرقه نادي الزمالك؟ طبعا في اكثر من عنصر فعال بالنسبه لنادي الزمالك مهم جدا. حارس المرمى مفيش كلام له دور فعال ان شاء الله. الباك ليفت فتوح مهم جدا، زيزو مهم جدا، الجزيري مهم جدا برضه بامر الله تعالى، دونجا سته مهم جدا. ففي لعيبه مؤثره في نادي الزمالك اكيد ليها ادوار النهارده ان شاء الله فعاله بشكل ايجابي كبير جدا خلال احداث المباراه. وكلنا هنشاهد المباراه ونادي نادي الزمالك طبعا، واتمنى نادي الزمالك يرجع وهو قادر بالفتره الاخيره وبالامكانيات الاخيره، وبان المدرب عرف كل كبيره وصغيره والايجابيات اكثر من السلبيات بصرف النظر عن النتيجه السلبيه بتاع الدوري. لكن افريقيا تختلف، الزمالك في افريقيا بيختلف تماما. ان شاء الله النهارده يبقى عنده شخصيه قويه، شخصيه فنيه مهمه جدا من اول دقيقه لاخر دقيقه. مهم جدا اللعيبه تركز، مهم جدا المدرب يقرا في المنافس ويقرا ويدور داخليا وخارجيا، مهم جدا اللعيبه ما تزهقش. والماتش بيبقى 90 دقيقه لحد نهايه فتره الحكم. فان شاء الله كل خير، وجمهور الزمالك يتفائل.